انت دلوقتي برضه علشان الفتره دي فتره مهمه، عامل فيها فتره معايشه مع كولر، قول لنا برضه الحكايه ابتدت ازاي، بالك قد ايه وشايف ممكن تقعد قد ايه مع كولر، وابرز الحاجات اللي استفدتها من كولر خلال الموسم الاستثنائي ده. يمكن زي ما انت بتقول اسامه، انا خدت الامور واحده واحده في خلال فتره بعد ما نهينا موسمنا مع في الجزائر مع كابتن حسام، على طول تحركت ان انا سافرت دبي، قعدت برضو اكتر من فتره معايشه مع مدربين الحمد لله، وقدرت اخد السي الاسيوي، ودي برضو من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لي. رجعت انا شايف ان اداء الفرقه والتطور بالنسبه لي ملفت جدا جدا لفرقه النادي الاهلي فنيا وفرديا، فنيا فرديا وجماعيا مع مارسيل كولر، خلى عندي الشغف ان انا لا انا عايز اشوف الراجل ده بيعمل ايه. لفت نظرك؟ لا طبعا لازم اروح واعمل معايشه عن قرب. دي حقيقه، لان انا بقول لك انا شايف في حاجات، في شغل كتير جدا بيحصل. الناس كتيره بتبص للنتائج بس، لكن احنا في الكوره او احنا لو انت مدرب او لاعب ما بتبصش للنتائج بس، بص هل في شغل بيحصل ولا لا، هل في تطور فردي للعيبه ولا لا، هل في تطور جماعي ولا لا. انا شايف ان كل الامور دي حصلت مع مستر كولر، فعشان كده خدت الخطوه من غير ما افكر. وبشكر برضو اكيد الكابتن سيد واكيد مجلس الاداره في رئاسه الكابتن محمود الخطيب طبعا، لان اكيد موافقتهم في ظل ضغط المباريات اللي كانت موجوده دي انا بشكرهم عليها جدا، لان الوقت كان صعب جدا وانا كنت محتاجها في الوقت ده كويس، لان زي ما اقول لك انا كان عندي اكتر من عرض، فكنت محتاج ان انا اكمل كل فكري وكل ثقافتي، وبضيف لنفسي كمان مع مدرسه مختلفه، مدرسه سويسريه وبنجاحات كبيره جدا، بتتكلم تقريبا في 5 بطولات 5 من 5 يعني نسبه نجاح 100%. هنتكلم لسه عن البطولات، لكن قول لي بدايه التدريب لما بتروح لكولر اليوم او الكام ساعه دول بيتم فيهم ايه؟ هو طبعا في البدايه انا رحت للكابتن سيد وكان في اجتماع بينه وبينه، واستاذنته طبعا وطلبت منه، وبالفعل كابتن ما تاخرش عني خالص، قال فطبعا رجع طبعا اكيد لمجلس الاداره ورجع لمستر كولر طبعا في البدايه، والراجل رحب جدا ودي انا برضو بشكره عليها جدا. وبالفعل خدني الكابتن سيد وقفت معاه شويه مع الراجل شويه واتكلمنا شويه، والراجل رحب بده وقال لي بس بعد اسبوع، كان في ضغط مباريات كده، مباراتين مهمين جدا، فقال لي بعد اسبوع الماتشين بتبتدي معانا، لان ما كانش في وقت كمان ما كانش وقت ان انا احضر التمرين، يمكن فاداني ميعاد بعد اسبوع، والحمد لله بدات بقى لي حوالي اكتر من 10 ايام وبتناقشوا في التمرينات. طبعا هو للامانه راجل محترم جدا، لان في مدربين بتخاف شويه انه يدي معلومه او يدي فكر او في وقت في ظل الظروف دي، لكن الراجل بالعكس متعاون جدا جدا جدا. واكيد الكابتن سيد نقل له الصوره ان انا يعني بعتبر نفسي ابن من ابناء النادي الاهلي وليا تواجد، فاكيد برضو الحاجات دي خلت الراجل عنده الثقه ان انا عندنا هنا بعض الصور مع كابتن وليد سليمان. دي كانت النهارده. يعني كان شايف النهارده استعدادات اللعيبه، طبعا بطوله الدوري امبارح اتحسمت، لكن رغبه اللعيبه عندك مباراه جايه امام الزمالك. دي مباراة كبيرة طبعا، وانا شايف ان طبيعة النادي الاهلي بتسلم عليك قبل التمرين. قبل التمرين النهارده الحمد لله، يمكن زي ما بقول لك يا اسامة انا عايز بحاول استفاد من كل حد بشوفه كويس، لان ده المدرب الكويس الشاطر اللي يتعاون يعني بيحاول يستفاد من كل واحد يشتغل معاه، فانا زي ما بقول لك انا شايف ان مارسيل كولر من المدربين الشاطرين جدا جدا جدا، لان لو دخلت حللت الفرقة في الفترة الأخيرة، لا تطور جماعي بشكل كويس جدا جدا، تطور فردي بشكل كبير جدا، وعلى المستوى البدني كمان. ما انا لسه اقول لك اهو، على المستوى البدني تطور هايل، فكل دي خد بالك من نقطه مهمه جدا يا اسامه، في ضغط مباريات غير طبيعي طبعا، انك تقدر تحقق كل المعادله الصعبه دي، انا شايف ان ده نجاح للجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر يعني.